السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس في الذهاب إلى صلاة الجمعة على شقين، بعضهم مبكر ويبشر بالأجر العظيم عند الله عز وجل، وهذا الذي ذهب مبكرا قال عليه الصلاة والسلام وقد وعده بالأجر، له اللي يروح مبكر بكل خطوة يخطوها للمسجد أجر صيام سنة وقيامها أيضا. تخيل الخطوة الواحدة من بيتك للمسجد سواء بسيارة أو مشي، في الخطوة الواحدة لك أجر صيام سنة، الخطوة الواحدة أجر صيام سنة وقيامها أيضا، والمتأخر فاته الأجر العظيم. لكن بعض المبكرين الذي أتون مبكرين عندهم خطأ، هو مبكر لكن أخطأ، شو يسوي؟ أول ما يدخل يجلس عند الباب، وهذا خطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد شاف بعض الصحابة جلسوا في آخر المسجد، قال أيها الناس تقدموا ليأتم بكم من كان خلفكم، ولا يزال أناس يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى. لا تروح مبكر تكون محروم، هذا من الحرمان بمكان.